ما كاينش شي حاجه اخرى تخدم في هذه المدينه غير الفلاحه. الا مات السهول ديال الصبره ماتت المدينه، مشات الجماعه مشى كلشي، ما غادي يبقى حتى شي حاجه. لذلك كنطالبوا من المسؤولين المنتخبين بصفه عامه، سواء في المعارضه سواء في الحكومه سواء اللي حاكمين سواء اللي في المعارضه، كنطالبوهم باش يعطونا توضيحات هذا المشروع اللي كان هنا في المنطقه ومشى بين عشيه وضحاها هدا واصحاب الماء صالح الشرب. ما عرفناش شكون اللي فوت هذه الصفقه، شكون كان السبب فاش ان هذه العائلات غادي يتشردوا كاملين. كنطالبوهم يعطونا توضيحات، سربوا لنا اخبار بانه كاين واحد الحصه ديال التور، لذلك احنا فرحنا، ولكن كنكتشفوا من بعد بان ذاك الشيء كان غير وعود كاذبه، ما كاين حتى شي حاجه. لذلك كنطالبوا من هاد المسؤولين، احنا ما جايينش نديروا الفوضى، حاشا ولله اننا نديروا الفوضى، احنا جينا نوصلوا الصوت ديالنا. احنا ربما قلنا احنا معتصمين ليه حتى واحد ما كيسمعنا، ربما هاد المسؤولين ما وصلوهمش الخبر ديالنا. جينا اليوم نوصلوا واحد الرساله، نقولوا لهم بان الفلاح صافي وصلت له العظم، ما عندوش فين يولي. راه هاد الفلاح كيقول لكم احنا رحنا قاعدين هاد العام، احنا ما عندنا فين نمشي. راه لهيه غدا لهيه غدا هنا، احنا كل مره راه عندنا بلاصه فين غادي نمشي، لان لازم يكون واحد الحل. ودابا غادي نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للمسؤولين، راه ماشي غير دوره ديال المال اللي غادي تسلكنا، راه خصكم تشوفوا لنا حل. حنا ما لا يعقل باننا كل شهرين ثلاث شهور غادي نوضوا نبقاو نعتصموا ونديروا احتجاجات باش نجيبوا حصه ديال الماء، ما يمكنش. حنا ما نبغيوها لا لينا ولا للبلاد ديالنا، ما باغينش الفوضى وما باغينش نشوهوا البلاد ديالنا، حاشا ولله، البلاد عزيزه علينا وحنا مع البلاد ديالنا. لذلك كنطالبوا من المسؤولين يجيو يريحوا معانا، يقولوا لنا اسمو واقع، اسمو واقع في هذه المدينه، اسمو اش السياسه اللي كتبع في هذه المدينه، واش كاين شي سياسه بان هذه المدينه خصها تهجر، خصهم يجوعوها. وشكرا، كنشكر هذا الفلاح على الصمود ديالهم. كاين واحد المقترح باش اننا نحركوا المسيره ديالنا في اتجاه اخر، لذلك كنطالبوا من الفلاحه يتبعونا. عندهم غرق بالكريديات. هذا المسير
مسيرة سبقوها مسيرات أخرين. تبغي تمشي لشي جهة كيجيبوا لك العناصر الأمنية يوقفوك، فين غادي؟ حنا نوصلوا الصوت ديالكم. فين تمشي للنادور؟ لا حنا نوصلوا الصوت ديالكم. مؤخرا الحكومة ولا الدولة ولا المخزن ولا بدل استراتيجية ولا ما كيحاصركش. فين غادي تمشيو؟ غادي نمشيو لوجدة. خلاوهم روح، وصلنا حتى لوجدة، وصلنا حتى الولاية، والو. جا واحد الباشا استقبل الإخوان يعني من خيرة، يعني عطاو له دروس، بعض الفلاحة عطاو له دروس لذاك الباشا ديال 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 وجدة. لقى الفلاحة هما اللي عندهم الحق، قال لك عطيني النمرة التليفون غادي نسونو لكم. لحد الساعة شهر ولا شهرين، شحال 23 يوم، رحنا عاد نستناو الاتصال من الولاية ديال وجدة باش غادي نشوفوا هاد الفلاحة. ويلا غادي تقتلوا هاد الفلاحة قولوها لهم، ويلا بغيتوا تقتلونا قولوها، لأنه هاد الفلاحة ما قرروش يخرجوا حتى وصلت للعظم. بالنسبة للفلاحة، الفلاح كيقول لك أعطيه الدور ديال، فباش غادي تجي تسكت؟ راه ماشي بالصغير غادي ديروا لهايا وسكت. راه الفلاحة راه غادي يستمروا، راه غادي يبقاو شهر وشهرين وثلاث شهور عام ما عندهم ما يديروا في الديور ديالهم. باش غادي تجي نتايا تقول لهم 5 مليون ديال من هاد 5 مليون؟ احنا عارفين ومتيقنين بان ما بغيتوش تعطيو لنا حتى ديك 5 مليون، ولا قلنا لكم جيبوها ما غاديش تجيبوها. كي غادي دير توصلها؟ كي غادي دير تقسمها 5 مليون؟ اقليم النهضون كاين زار، كاين صبره، كاين بوعد، تيستوتين، الشواحيه، اقليم وبركان. بعض مصاصي الدماء اللي راهم بركان كيقول لك عندهم علاقات مع الوزراء مع الحكومه كذا، هما اللي راهم كيتحكموا. شبعانين ما لا، خلي نطولوها، بغاو يطولوها حتى الشهر الجاي، حنا ما بغيناش الماء واخا تعطينا 20 مليون. وإلا غادي تطولوها حتى شهر 8 ما بغيناش. أصلا أنا نتحمل المسؤولية ديال أنا ما بغيتهاش، مع الفلاحة اللي بغاها صحتهم. وإلا غادي تخليوها الدورة ديالنا حتى شهر 8. جا خنوش بصفته وزير
مشيتو نتوما صفقتو تحدانا يا رحمن القص ديالها الناس هادو جابين صفقتو لنا اخنوش قال لك من هاد اللحظه صبره ما تاخذش خسانه جاب عطاو منو تون واحد جابو خرا نعاود جابو خرا نعاود وزير ديال الفلاحه ديال دابا باش يديروا قادوس تحت الارض فين رانا نصيب ديال الفلاحه بعد ما كلمتو غادي تخلي نصيب الفلاحه ونصيب الشرب فين راه ديال الفلاحه فين راه اش عطاك وين راه نكذب ديال واد مالك وفينا حقنا وفينا حقنا ما تطلناش بالسد ما تطلناش بالسد اللي مع دابا راه غادي واد مالك وكيشرب راهم يسكيو به حنا تجي تسلوان دابا حاليا الماء راه فايض والماء على السك يا كان عليكم كان عليكم تكملوا الهضره ديالكم لانك راك وزير مسؤول من تقول كلمه كملها عاد شحال قدكم تكذبوا على المغاربه عاد شحال قدكم لا اله الا الله محمد رسول الله بغينا نعرفوا هذا اللي سميا على هذا القادوس ديال الحديد ولا هو رجل يجي عندنا ويعتذر يقول لك تعينا تشمت انا سنيت ما عرفتش انا سنيت باش يدخلكم الفلاحه والماء ديال الشرب يجاو يقولها واش تسمع كنطلبوا من رئيس الجماعه كمسؤول والقائد ديال ولاد السدود ولا جودان تاع الدرك ديال الجدارميه انا مواطن عادي عيطوا لي وقالوا لي غادي تبقى 700 يوتر كنطلبوا من رئيس الجامعه يجي يفسرنا علاش هاد 700 يوتر ما بقاتش في الساقيه ما بقاش حتى ما بقاش فيها حتى يطرو كان وعدنا وهذا الوعود هو راه عارف كان هو العاقل يشاور هاد السكينه يشاور هاد السكينه واش كان هو عليه هو يحمس هاد الفلاحه باش ما يجيش داك الوزير اللي وقع على الماء هاد الماء جا زبره وهاد المسؤول ديال الجماعه كان منتخب عليه 22 ولا 24 ظهيره هو راه عارف هو راه عارف يخرج يقول لنا حنا جينا وهضرنا معاه وما كاين والو دابا عند الشهر دابا ولا هضرنا معاه دابا راه حنا عنده هنا راه هنا يجي يهضر معانا ويقول لنا السلام علاش هو قائد ولاد السدود ولا جودان ديال الجدارمية عيطوا لي انا وعيطوا بزاف ديال الفلاحه وعدوهم باللي كانت قالوا لهم غادي تبقى 700 يوترو ما كان 400 هذا وعد من عندهم وإلا إلا راني نكذب يخرج يقول لي دفع لي كنكذب 700 يوترو قال لك تبقى في الساقية وعد على العقل سهل صبرا يبقى يسقي إلى بطا أشهر ونص تكون عنده الحصة ديال الماء دابا راه 4 شهور ما شداش الماء الساقية غير طرابية أنت صاحبي أنا راني مريض ما كنبغيش نجي هنا ولكن إلا رئيس الجامعة راه هنا حنا كنسولي الفلاحة كاملين كنطلبوه يجي وعد ويقول لنا السبب علاش بقات هاد 700 يوترو تاع رئيس الجمعية وضوء الأعضاء اللي معاه لأن المشروع جابتو هذيك الجمعيات بناتو وانت بقى عارف القانون الأساسي ديال الجمعية قانون الفلاح ما يمكنش وكان كانوا بقاو يجيبوه الماء الصالح للشرب وكان جات المجتمع المدني حتى هو غيتحمل المسؤولية ويجي يقول للفلاحة شنو وقع ويديروا إعادة النظر في هذيك الاتفاقية اليوم الفلاح إلا نومتو البارح اليوم راه فاق وتحية نضالية ونكملوا على الشكل ديالو راه قبل ما نجيو لعندك مشي للجماعة الجماعة ديال الوفيس لا البلدية علاش البلدية وجينا لأنه واحد الاتصال هاتفي ديال السيج البرلماني هضر معاك نتايا سهلا سي سعيد كذا كذا حنا كنا معتصمين كنا كننتظروا وواحد مجتمع
يعني كذب علينا. دا النمران قال في الويلة قالك راه غادي يكون الشيخ، بقينا كنراعي، بقينا كنراعي بحال شي ولاد كيراعوا، بحال دوك الطيور كيراعيو ديك الطير، الطير منهم توكلهم كيفتحوا العرس. حنا فرحنا ملي سي محمد عيط لك قالك راه نزار بركات، راه قالك كاين غادي يكون الخير، غادي يكون الخير يا ديك غادي يكون الخير. هاد الناس كاملين مساكين فرحوا، المواقع الالكترونيه وكذا قالك راه جا جي دوما بقاو كيقول لك صافي راه كاين الماء راه جاي راه كذا، لدرجه انه هادو على اليوتيوب كانوا غادي يهزوا ذاك المعتصم ويمشيو شويه قروا. قال لك اودي راه هاد الشتيكه في هاد السياسيه انا كنوصل لك اللي كاين اخويا. قال لك ما كاينش الشتيكه، ما بقاو الشتيكه حتى في شي واحد، راه الوعود الكاذبه وها انت الوعود الكاذبه كاينه. قال لك سوق سوق وبالله عليك يا السي سامي واش 5 مليون غير تكتب صبر في السلطان واحد بنكان دويريه. دابا هاد الناس هادو، دابا هاد الناس هادو كيقول لك نهار عليكم نتوما كمسؤولين وسنيتو على الورد بان مواد مالك غادي تمشي جهه كامله، ولا سنيتو انه شويه غادي يمشي هاد شويه غادي تجي هاد، هادي ماشي هاد غادي تمشي ساعه غير باش هنايا فانا مطالب واش كنت عارف باننا هاد صبره وكنعرفو حتى كفل وراك وهاد الفلاحه هما اللي صوتو هما اللي طلعو كالصحابي راه ما شفتش شي صوت شي هاد اخر. هاد الناس اللي كيقول لك راه واش يقول لنا صبره ولا شكرا، هاد الناس عندهم لا امل فيك انت مؤخرا ديال المسقطه غادي يجيوك مسيره انت عرفت كيفاش غادي تهدلهم. واش دابا واش عارف وزيات واش عندك ضغوطات نوقفو معاهم ولا هم يقتلوا ويكرهوا انا دي التجربه بها بالكاريان، الكاريان قال لك انت سنيت وعطيت الموافقه السيد باش يدير الكاريان، كانوا الاخوان ديالي المعتصم كبار دايرين ودابا ديت الوريقات ومشيت للسياره ديالي وقفت عندهم قلت لهم شكون اللي قاري؟ انا احمد الحدي ولا انا يمكن تحاول يمكن اسير قال لك انا قاري وقر عليك قاري تما راي الجماعه دابا الموافقه في الورقه الاولى يعني انت ما فلوس في المركز الجهوي للاستثمار قاري بالفلوس اللي فابوراب ديال الجماعه. كنجلس مع بعض الاخوان اصدقاء ديالي وكيبغيونا نبغيوهم وكنقول له انت شوف هذه 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 انا بس نمشي ضد المشروع. يومين ثلاث ايام كيجي كيقول لك لي فلان راك سنيت يا ودي راني سنيت على ضد المشروع يعني هادو ديالك يعني واش ملي كيعطيو شي مشروع كاين اللي كيسني معاه وكاين اللي كيسني ضد؟ بحال هادي كنديرو بحال انتخابات الا ما الا ما سنيش راك غايب اللهم تسني عدم الموافقه تسمى ما تكونش كاع غايب. هذا غير مثال بالنسبه لواحد ما سنيت فيه لا انا لا طيبي لا قدوري لا حتى شي واحد. هذا مشروع ديال الدوله جا باش غادي فين هذا المشروع؟ راه فيه لاحق، اسمح لي راه فيه لاحق كان على ولكن مين طيب ما حب لكن نهار اللي تشنت شي البلاحه ما تشنتش اللوني هو يهضر على علاش كيمشي نبز النابع حنا نهضروا عليه خليه يكمل خليه ما سنيت فيه لا انا لا طيبي لا دوري لا حتى شي واحد. هذا المشروع ديال الدوله جات كبير حنايا ديك الفكره ديال باش ندير ذاك المشروع دابا نتايا عارف ما وصلاش ياك دابا يعني الصدق يعني شنو كتب لهم باللي نتوما تطلب بالإعلان انت كتستنى الحكومه ياك انت اللي كتشوف ديال الحكومه السي محمد عند كل ما جيتو عندي باش حنا لا ما وافقوش
رشيد سكاكي من سهل صبرا كجالية يعني كنقيم فرنسا. روحت في هذه السيمانة وتلقيت السهل نتاعي تقريبا نصف نتاعو محروق الموالو. قال لك سيدي دنا خدام تما الموالو كاين الاخوان دابا دي شي 3 شهور هما كيديروا نضالات ما كاين والو. يعني دابا الجفاف هذه 50 60 من بدا و 2017 ل 2016 وهاد المسؤولين ما داروا لنا والو, ما داروا لنا بو يعني حلول. حنا كنطالبوا يعني كفلاحه بحل, يعطينا بعدا يعطيونا شي دوره قويه بعدا باش نديبانيو بها ويعطيونا حلول على المدى القصير والبعيد. كاين دابا حنا كنخلصوا في الطوموبيلات, كاين اللي عنده هنا جوج طوموبيلات, الطوموبيل كنخلصوا في ليزاسيرونس هذاك الصندوق نتاع الاخر الكوارث. علاش زعما داير هذا الصندوق؟ علاش فين هو صندوق الكوارث الطبيعيه؟ علاش دابا ما عندناش ما يمشوش يعوضوا الفلاحه؟ كاين اللي ماتوا له يعني القطيع, كاين اللي قطع الماء على نص نتاع البلد نتاعو, كاين اللي كل شيء محروق. سمح فيها يعني كان هذا المنبر كنطالبكم تخرجوا شويه للميدان وتشوفوا تصوروا. انا شفت يعني شي تصاور يعني دازو يعني نشكركم, ولكن كاين بلايص اخرين يعني صور يعني واش غادي نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا يعني الوالد نتاعي كان هنايا في بدايه الستينات شرا هنايا, كان يعاود لي كيقول لك اسيدي كان يغرسوا, كيقول لي جاوني هذيك المديريه وديك المرشدين كيقولوا غير غرسوا. يعني هذه مشاهده الوالد نتاعي اللي متوفى هذه 4 سنين, كيقولوا غرسوا نعطيكم الكارونتي, غير غرسوا البلاد كارونتي تاع 10 سنين نعطيكم الماء باطل. يعني غير تخلصوا من هذاك الوقت كان الماء عاد باطل كان غير رخيص. قال له غادي نعطيو لنا غير 10 سنين تاع الاخر نكملوا الكريدي نتاعنا هذاك السواقي والاخر البراشات هذيك لي فري. وعلى هذه شهاده على الوالد نتاعي, قال له غادي نعطيكم الماء باطل. وفين كانوا هاد المسؤولين دابا؟ كان حنا كان فلاحه فين؟ علاش عطاو الرخص؟ علاش عطاو الرخص لهذوك اللي غرسوا فوق الساقيه؟ وهذو اللي غرسوا من في الثمانينات 19 كان الماء كان يعني كان موجود ذاك الوقت, كان غير واحد البراج ايوا يخليوها على ثبت اللي عطاو الرخصه اللي بناو اللي غرسوا بالرخصه. ويعني كنطالبوا هاد المسؤولين يشوفوا فحالنا ويفعلوا ذاك صندوق الجفاف, يمشيو يديروا التعويضات يعني للفلاحه الله يحسن عاون قبل ما تكون شي كارثه. وكجرد وهالاحداث عاوتاني واحد يعني واحد الاشاره نشوف يعني نطالب بها المسؤولين. علاش دابا هذه 50 60 عام وهاد البراج كنت درت عليه واحد المقال في واحد الجريده نتاعكم, هاد البراج كيعطي يعني واحد يعني الاخر كاين لونيب كاين الماء تاع الزراعه وفين يعني هاد الثروات وهذيك يعني الفلوس اللي باعوها فين مشاو؟ علاش ما استثمروهاش هنايا في الميدان؟ علاش داوها يعني مناطق اخرى؟ دابا بهذه 50 عام 60 عام لو كان زعما داروا براجات اخرين, لو كان داروا تحليه, لو كان شافوا يعني داروا استثمروا في المنطقه, داروا حلول عن بعد عن وهما داروا. دابا ما نعرفش شحال هما خرجوا من ذاك السد المخنوز لا بالنسبه للطاقه الكهربائيه لا بالنسبه تاع لونيب, يعني ثلاثه يعني لي روسيت ما نعرف فين مشاو. الطاقه الكهربائيه والطاقه ديال الماء تاع لونيب والماء تاع الزراعه ما عرفناش فين مشاو الفلوس نتاعهم. عندنا برج محمد الخامس يعني تشيد في عهد الاستعمار تقريبا يعني مباشره مع الاستعمار, هذاك الزمان يمكن ما كلفهم واحد الساقيه حتى هما ردوا يعني كل شيء ردوا يعني الفلوس نتاعهم. وكنطالبوا عنا فين مشاو هاد الفلوس, لا تاع الطاقه الكهربائيه لا تاع الماء لونيب ونتاع الزراعه اللي كيبيعوا البوعر الصبره البركان, فين يعني هاد الفلوس؟ علاش اليوم خصنا نطالبوا بها؟ واش داروا بها هاد الفلوس؟ داوها للرباط, داوها للدار البيضاء المكناس, هذيك الفلوس كتعود لهاد الجهه هنايا ويشوفوا فحالنا ويفعلوا ذاك صندوق الجفاف ويعطيونا دوره بعدا نديبانيو بها. الماء كاين دابا الناس مشاو تما حضروا عندنا تما تقريبا 95 100 مليون وربي ما غاديش يعني يغيرنا يعني يرحمنا ان شاء الله. غادي تكون الشتاء
وهذا ما كون ما نقول في هذه الساعه. بارك الله فيكم، كنشكركم كذلك يعني هذه البوابه نتاعكم زي يو سي تي، وكنشكر جميع المناضلين في هذا يعني اليوم. والسلام عليكم. كنشكر زيو سي تي والاخوان صحاب الاعلام، وكنشكر جميع من راه يتعاون معنا. دابا الاخوان الفلاحه هذا النهار اش غادي نقول لك، كانوا غضبانين، غضبوا واحد الغضبه اللي ما تصورش، اتجهوا للمقر ديال البلديه وداروا تما شعارات، وجاوا عاوتاني كملوا الوقفه ديالهم والمسيره، ومشاو للجماعه ديال ولاد ستوت، عبروا على داك الشيء الشعور اللي عندهم، وهضروا داك الشيء وقالوا كامل داك الشيء اللي محتاجين ليه، ودابا كملوا من خرجوا تما يعني تناقشوا وهضروا داك الشيء وخرجوا مسالمين. حنا ما ضد حتى شي واحد، ما ضد السياسيين، ما ضد السلطات، ما ضد هالفلاحه مساكين كيبغيو غير الحق ديالهم، غير المطلب ديالهم وهو الماء. لحقاش علاش راهم مكرفصين دابا 23 يوم، راه ما جاش عندهم شي واحد وقالوا لهم ودي نهار الفلاني كنتحدى هذا الشيء مسؤول يجي نعم السيد يقول لهم ودي نهار الفلاني، ولا يقطعهم الياس يقول لهم راه ما كاين والو، ما عندكم حتى شي حاجه، سيروا دبروا على راسكم. ولكن مساكين تما باقيين شبتين بهذا بالامل ديالهم، وطالبين دايرين اليقين ديالهم في الله سبحانه وتعالى، ومكملين. كيقول لك راه حنا ما غاديش نرجعوا لله سوى الا واخا يكون لي وكون سوى لاعتقلوهم، يعطيهم حقهم، يعطيهم ذاك المطلب ديالهم، يعتقوا الشجيره، يعتقوا الوليدات ديالهم باش ياكلوا ويشربوا. وملي جاهم كملوا المسيره مع الطريق، وجاهم ما ناويينش غادي يقطعوا الطريق ولا شي حاجه، وجاهم اتصال مع السيد الباشا، وفرحوا بانما راه دخل في الكونجيليوم السيد الباشا، وفرحوا مشوا مشى الله يجازيه بخير، ودار اجتماع في العماله، قال لهم اودي راه دايرين اجتماع في العشيه غادي تسمعوا الخبر، والفلاحه مساكين تقتنعوا. استنعوا بسيد الباشا وقال لك اسيدي نتمناو يكون الخير، وكيستناو ان شاء الله مع يرجع لهم سيد الباشا فارغ الصبر، ونطلبوا ربي يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. وحنا ما ضد حتى شي واحد، اللي عاوننا الله يجازيه بخير، سواء سياسيين مسؤولين السلطات، اللي عاوننا الله يكرموه. كنشكروا زيو سيتي على المواكبه ديالها المستمره. جينا اليوم خطوه اخرى، خطوه احتجاجيه اخرى، من بعد ما جات كانت دوله اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي كتفاد بان كاين واحد التور ديال الماء بردنا بعد المسيره ديال نهار ثلاثة، والفلاحه فرحوا واستبشروا خيرا. اذا بينا نهار الجمعه كنكتشفوا بان المعطيات اللي كاينه ما كتوفرش على التور، ما كاينش شي تور بصفه رسميه، سنينا المسؤولين ما كاين والو، الكميه اللي سمعنا انها 5 مليون عارفينها ما غاديش تكفي. لذلك الفلاحه قرروا اليوم الاثنين باش يديروا واحد المسيره، مسيره احتجاجيه اخرى متواصله، درنا واحد عده مسيرات. بدينا اليوم خرجنا الفلاحه اجتمعوا، مشينا عند جماعه زيو في المدينه، دخلنا حنا ماشي ضد الجماعه ديال زيو ولا ضد المنتخبين حاشا ولله، حنا من مشينا تما ما ناديناش غير اللي حاكمين الجماعه اللي في مجلس الاغلبيه، حنا نادينا كمعارضه وكاغلبيه انهم يحضروا ويازروا الفلاح. حنا كلشي خصو يازر الفلاح، لان هذوك المنتخبين كيمشيو عند الناس كيقول لهم صوتوا علينا، وهاد الناس هما محتاجينكم، هما يحتضرون كيموتوا كل نهار كيموتوا. لذلك كنطالبوا من المسؤولين انهم يكونوا يسجلوا الحضور ديالهم في الدفاع على القضيه ديال الفلاح. جينا من كملنا مع عند رئيس الجماعه زيو، درنا واحد الوقفه تما، جينا لرئيس جماعه ولاد ستوت، دخلنا درنا وقفه عبرنا الاحتجاج ديالنا، خرج السيد الرئيس قدم توضيحات الفلاحه، عطاهم توضيحات شروحات مسائل الاتصالات ديالو فين واصله، اقتنعوا الفلاحه خرجوا بينما ما لقاوش الجواب، عارفين باللي ما عندوش الجواب، لذلك قرروا باش انهم يتوجهوا للناظور باش السيد العامل باش يسمعوا الجواب. جينا هنايا وتلاقاونا المسؤولين الامنيين، هضروا معنا، كنحيوهم، هضروا معنا بشويه، قال لك اودي راه السيد الباشا، كنحيوهم هذا المنبر هذا، قال لك دابا راه عنده واحد الاجتماع في الناظور، قلنا واش اجتماع الفلاح ولا اجتماع عادي؟ الا اجتماع عادي احنا بغينا اجتماع الفلاحه، بغينا نحلوا المشكل ديال الفلاحه. اذا بك يتصل به السيد القائد قال لك راه اليوم كاين شي اجتماع مع الربعه، وكنتمناو ذاك الاجتماع يكون فيه بشائر الخير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.